الاحتفال بالمولد ينبغي أن ننظر له من خمسة أوجه. الوجه الأول لم يثبت أبدا بل ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم، وكذا أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي الدولة الأموية الدولة العباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك، وهم أحرص الناس على فعل الخير. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وهذا ما أخبرنا به، فلو كان خيرا لنبهنا إليه. الأمر الرابع أنه لا يعرف على اليقين متى ولد أبدا، كل من يدعي أن النبي ولد في هذا اليوم ليس عنده دليل، وإن كان الأكثر على أنه ولد في 12 من ربيع الأول لكن بدون دليل، وإنما هكذا تناقله الناس. وأعظم هذه الأمور أنه بالإجماع أن 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نحتفل بوفاته والعياذ بالله، وذلك لا يجوز حقيقة الاحتفال وترك هذا هو الأصل. القصد أنه يترك والله أعلم.